السلام عليكم، مرحبا بكم. انا اسكول في الفيديو الاول من دوره البلوجر. الدوره هذه باش تعلمنا نتعلموا فيها البلوجر من الاساسيات حتى يصبح احتراف. الفيديو الاول قررت باش نعملها على جيميل، باش نعمل ايميل على جيميل. علاش ايميل على جيميل؟ لان اهم حاجه في البلوجر كلها هو الحاجه باش نعملوها هي جيميل. اذا لازم يكون عندنا جيميل. فتح نخدم الجيميل نتاعنا عندنا برشا طرق. أول حاجة يعني كليك على الجيميل هنا على اليمين، أو إذا كان مش موجود هنا يكتب جيميل في الريشيرش تعرفو مش نكتب جيميل. ندخل في السيت هذا الأول جيميل كريي أن كونت. يكتبوا الاسم واللقب. ماذا بينا يكتب الاسم واللقب الصحيح بتاعي. برشا منكم يقول نعرف نكتب نخدم عندي جيميل ونعرف نخدم على جيميل، مي ماذا بينا نعمل جيميل جديد باش نبدا بيه الخدمة نتاعنا. نختار مود باس فيه مينسكيل وماجسكيل بالأرقام. سويفا نوع جديد لازم هي موجود. اختار واحد جديد. طيب جزء اختيارات مثلا هذا سويفا. عندي زوج خيارات نختار، يا نحط نمرة التليفون يا نعمل ادريس ايميل. اما الاختيار الاول ديما خير، نحط نمرة التليفون تاعي ديما يكون سكيورتي اكثر. دات دي ناسونس سكس شجيني بوت على التليفون فيريفيكاسيون يعمل فيها جوجل باش يتأكد اللي انت مكشروبه. Oui, j'accepte. Voilà, il y a une obligation à chaque fois, quand on a un problème, je dirais que tu acceptes. هذا الايميل تاعي. علاش الايميل هذا؟ لان الايميل هذا باش نربطوه هو تنبطوه مع البلوجر هو نفسه اللي باش يجيني على الادسنس ولا يجيني عليه لي زيميل تاع الادسنس تو لي زيميل. هذا علاش؟ ماذا بين حتى لو ان عندك تليفون تحل على التليفون. الجيميل هذا هو نفسه تحل على التليفون بتاعك.